واش فراسكم الفضيحة الجديدة ديال حفيظ الدراجي؟ حفيظ الدراجي والتهمة الأخلاقية التي ضبط فيها في تركيا. حفيظ الدراجي البارح في تركيا سبب هذه الجريدة اللي كتشوفوا أنه ضبط في بورديل بتركيا، يعني مكان للدعاء شد فيها عبد الحفيظ الدراجي. شتي ذنوب المغاربة شحال صعيب عليك عبد الحفيظ الدراجي. لكن قبل هذا هشام خضر دي قناتي ما تنساش واحد العجيب واحد الاشتراك، دعموا معكم القناة المغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش مخني، علم الله كم أحبك يا وطني، علم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. إذن حسب إحدى الجرائد أن عبد الحفيظ الدراجي تشد في إحدى البيوت المعدل في تركيا. كيفاش جرى هذا الشيء وكيفاش وقع هذا الشيء نحللوا معكم ونبسطوه. إذن عبد الحفيظ الدراجي توقف على تهمة الدعاء، ولكن كيفاش وقع تشد عبد الحفيظ الدراجي؟ هذا هو السؤال المطروح. واش كان كاري في واحد العمارة اللي فيها دار وتشد، ولا كان كيمارس كذلك هو هادشي ديال مهم ما نعرف. إذن عبد الحفيظ الدراجي في تركيا، هو راه في تركيا تشد تما ضبط متلبسا. فين ضبط متلبسا؟ في تركيا. من بعد من هذا واحد الشجار ما بين الأتراك دابزو، جات الشرطة لقات بأن ديك الدار دار معدة لكذا وكذا. تاخذ الحافظ الدراجي خرج تشد المهم، مشى راه كاين عند البوليس، واش نطلق اليوم ولا ما نطلقش؟ هادشي اللي غادي نعرفوا نلقاوه. المهم داس عليه، المهم داس على عبد الحافظ الدراجي باش تعرف بان القذف في النساء المغربيات صعيب. هذا غير تحذير، هذا غير الدعوه، راه شدات ديال المغربيات وديال المغاربه وديال الامهات ديالنا، شدات في كورد البال. راه الدعوه ديال المغرب ما كتدور ما كتفوت، وليه عليك الصور والدور واللي قاسك يمشي مكسور. هادشي اللي وقع عبد الحفيظ الدراجي وهادشي اللي وقع عليه في تركيا. المهم وراك تما عبد الحفيظ الدراجي بالصحه، وكي داير داكشي زين؟ فسر يلا خليك على خير.